طيب احنا رجعنا واحنا كنا بنتكلم على اهميه اللايف كوتش، وان دي بقت مهمه جدا في صناعه البطل واداره الحياه اليوميه لمعظم الناس. النهارده الناس وصلت في مشاكلها الشخصيه، في عملها، في العلاقات الزوجيه، بيروحوا يدوروا على ناس استشاريين يكلموهم يعملوا ايه في مواجهه الازمات الحياتيه. فاحنا جايبين لكم خبير هو احد علماء هذا الفرع من فروع العلوم، له 10 كتب ومؤلفات، هيختار لنا بعضهم ينوه لنا عليهم كده، فائز بالعديد من الجوائز. والحقيقه يعني ما ينفعلوش لحلقه ولا 2 ولا 10، لانه ممكن جدا كل ما نتكلم هنحتاج نساله في اي حاجه. ابراهيم، الدكتور شريف صلاح الدين. دكتور شريف صلاح الدين عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للتدريب واحد خبراء التنميه البشريه، وسجل باسمه الملكيه الفكريه لرائد فن الحياه. المساله دي مش سهله ومش بسيطه، لانه احنا دايما بنبحث زي ما المهندس عدلي اشار في العالم الرياضي بتاعنا كله، انه السعه الشخصية للاعبين بتاعتنا محدودة جدا، انه باستمرار يتكلموا انه سمات الرياضي المصري فقير ذهنيا وفقير فكريا وفقير في طموحاته، وكتير حتى من محترفينا اللي بيحترفوا في الخارج برضه بيفشلوا لاسباب تتعلق بالسمات الشخصية. الى متى سيظل هذا الجانب مهمل في العناية بالرياضي؟ اللايف كوتش او الممرن اليومي الحياتي للاعب وللرياضي أمر مفقود. عشان كده أعتقد أنا بشكر المهندس عادل، لأنه الحقيقة من أول ما بدأنا نفكر في موضوعات هذه الحلقات في شهر رمضان كان انحيازه واضحا جدا لهذا الفرع المهمل من فروع تنمية وصناعة البطل الرياضي. عشان كده حرصنا أن النهاردة يكون ضيفنا العزيز الدكتور شريف صلاح، رائد فن الحياة وعضو المجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للتدريب. أهلا بك يا دكتور، وكل سنة حضرتك طيب. أهلا وسهلا كابتن إبراهيم، باشمهندس عادل، أهلا وسهلا، شكرا للاستضافه الكريمه، ربنا يخليك. اهلا بك. شكرا. انا بس عايز اقول للناس كمان ان يعني الدكتور بطل رياضي، هو احد لاعبي الجيل الذهبي للكره الطائره بالنادي الاهلي، جيل ابراهيم فخر الدين وهاب فخر الدين هم اساتذتنا طبعا، اساتذتنا. احنا جيل احمد شموطي واحمد معتز وطارق فريد وخالد ابو زينه، انما لحقت دول شويه. طبعا. بس انا كنت اروح النادي الاهلي ايام كابتن توفيق شهاب، وبعدين دخلت كليه الشرطه، فحصل بقى في الحته دي كده ما كانش ينفع اروح النادي الاهلي، كان لازم العب مع الشرطه يعني في الدوري. طب شرطه وكليه ايه الحكايه؟ دكتور لا، الشرطه ده خط كامل، انا بالظبط باحث وكان شغلي جميل جدا، بس انا رياضي طول عمري. فاتحركت بقى على التدريب الرياضي وقتها. انا مرنت طبعا فريق الشرطه في الدوري، مرنت منتخب مصر للمعاقين في البارالمبيك جيمز 88. كنت نائب رئيس الاتحاد الدولي لكره الطايره للمعاقين من 88 92 عن قاره افريقيا. وبعدين مسكت منتخب الشباب، منتخب جميل بقى، منتخب مصر يعني، اشرف ابو الحسن ونهاد شحاته والمجموعه الجميله دي. وبعدين سافرت فرنسا فتره، درست فولي بول في مونبلييه، وبعدين رجعت على الامارات في نادي الرمس في راس الخيمه، وبعدين نادي العين في ابو ظبي، وبعدين نادي الوصل في دبي، وبعدين نادي حتى بقى رجعت على مصر تاني مدير فني للشرطه. وانا في المنطقه دي كده رحت متحرك على الموارد البشريه، الخطوه الثالثه. عشان كده لما بتكلم على الشيفت بتاع الكارير عندي انا شخصيا بتكلم من واقع خبره عمليه تجربه انا خضتها. انما استغرقك بقى التحول الاخير ده؟ اكيد انا حسيت ان انا كان المفروض اكون هنا من زمان. طيب في الموارد البشريه طبعا، رائد فن الحياه، ودي يعني ملكيه فكريه لحضرتك. في وقتها كان الكلام كله على التنميه البشريه. وكنا بنعاني في التنميه البشريه من كلمه يعني نصايح كبيره جدا، لكن مش عارفين نعملها ازاي. حد يقول لحضرتك خليك ايجابي. فانا اقول له حاضر، اعمل ايه بقى؟ يقول لي ايجابي. اشرب ميه كتير. خليك ايجابي يعني كده، فكده دي ما بتعملش حاجه. ودي احنا كلنا بنتربى عليها. يعني بابا يقول للولاد مثلا يا تخليك راجل. بس. ايوه ماشي، عايزه يعمل ايه؟ راجل. انا فاهم انت عايزه يعمل ايه. فينتج عن الكلمة دي من غير تولز ليها، من غير آليات. إن الولد يشرب سجاير، إن الولد يحاول يضرب إخواته الصغيرين، لأن الصورة الذهنية للراجل هو بيعملها، هو بيشوف الراجل ده يعني إيه، يعني بيعمل حاجات ما بيعملوش الصغيرين، يبدأ يفكر فيها. يقول له يا تخليك واثق في نفسك،
ايوه حضرتك عايز نعمل ايه؟ واثق في نفسك كده. ايوه دي اللي هي ايه بقى. طيب وحضرتك تفصلت الاجابات للاسئله. هو شغل فني الحياه، الفرق بينه وبين التنميه البشريه هو الجزء ده. ازاي نعرف نعمل اليه لاي نصيحه نقولها؟ عشان كده احنا بنفرق ما بين النصيحه وبين المهاره وبين المهام والانشطه. اي نصيحه هقولها لحضرتك معهاش مهاره ومهام وانشطه يعملها عشان ينفذ، يقول لك ايه؟ خليك راضي. ايوه اعمل ايه بقى؟ راضي، انا فاهم، انا هعمل ايه؟ طب ما نبتدي من هنا. نبتدي. اعمل ايه؟ اعمل ايه في رضا؟ اول حاجه في الرضا لازم اي حد بكلمه يفهم الفرق بين الواقع وبين الموقع. دول اتنين مش زي بعض خالص. الواقع في حياتنا هو كل حاجه ما نقدرش نغيرها. ايوه. مطلوب فيها الرضا والاستسلام التام. يعني بابا مين؟ ما اعرفش اغيره. يقول لك لو كان بابا وزير مش كان زماننا دلوقتي. يا سيدي خلصت القصه دي، اقلب الصفحه عشان دي مش هينفع نعمل فيها حاجه. وافتكر وانا في منتخب مصر كنت في ثانيه ثانوي تقريبا، وكان المنتخب مسافر حته بحرين او الكويت تقريبا، واتجمعنا وبعدين جم قالوا فلان وفلان يمشوا، انا من اللي هيمشي. فسالت وقتها انا امشي ليه؟ قالوا لي عشان قصير. انا طولي 1.80 والمدرب اعتقد كان جيفكو حاجه كده، قال من اول 1.90 اللي تحت كده يروح. انا روحت البيت وانا حالتي وحشه قوي، كنت امل طبعا امل بقى ان انا اروح المنتخب واعمل خطوه كبيره وكده. هو الراجل قال انا مش عايز قصيرين، ولوجيك برضو. انا وانا مدرب برضو فكرت زي ما هو فكر. فكانت والدتي الله يرحمها تبص لي تقول لي يا ابني ما تزعلش، انت بتتمرن كويس وتعب نفسك وكل يوم. ما كانش فيه صالات زمان، فكنا بنيجي ملعب الرمله يقولوا لي العب بره، لان انا ببقى متدايفنج بقى في الملعب، فطينه ميه مع تراب. ايوه. فتقول لي يا ابني بتتعب وما تقلقش وربنا لازم يعوضك. انا ابص لك اقول لها ايه؟ انتوا قصيرين، انا ذنبي ايه؟ هم مش قصيرين ولا حاجه، هم زي انا اللي هو العادي. لا ده انت يعني اقرب الى الطول. بقول لحضرتك هو العادي بتاعنا. لكن انا مش من الطوال بقى. كويس. فزعلان. زعلان جدا ومش هتقدر تغير الواقع ده، مش عارف اغيره. فكان لازم حد يقول لي يا حبيبي الرضا في الحياه هو الرضا عما لا يمكن تغييره. بابا مين؟ ماما مين؟ فصيله دمي؟ طولي؟ مقاس رجلي؟ كل الحاجات دي ما فيهاش مناقشه. اوعى تهري فيها كتير، لانك هتبذل جهد كبير جدا فيما لا قدراتك البدنيه ضغط. ما هي دي بقى في حاجات تتحسن، في حاجات في القدره البدنيه تتحسن، لكن نوع الليفه العضليه ما تحسنش. هل اليافي حمراء ولا اليافي بيضاء؟ اليافي حمراء يعني ممكن ابذل جهد كبير قوي لكن القوه الانقباضيه قليله. اليافي بيضاء يعني القوه الانقباضيه عاليه جدا لكن ما اقدرش ابذل جهد طويل. دي لها شغل ودي لها شغل. المدرب طبعا في الاول بيعرف ده بتاع ايه وده بتاع ايه. تشريح النهارده بقى بيعمل كل حاجه من غير حتى رؤيه كده بتاعتنا بتاعت زمان دي، لا كل حاجه النهارده الاي اي يعملها فورا يعني. ايوه. الموقع بقى ده يمكن تغييره فورا. ثقافتي، لغتي، افكاري، احلامي، اهدافي، اخلاقي، قيمي، مبادئي، مهاراتي، مهارات بتاعتي، خطواتي، انجازاتي في الحياه كلها تتغير. فلما حد يقول لي انت راضي عن ايه؟ اقول له راضي عن احلامي. يقول لي غلط، احلامك ما فيهاش رضا. احلم تلمس السماء، ده حلم، حلم اشتغل عليه، وسع وسع احلامك زي ما انت عايز. العجيب يا باشمهندس ان القران الكريم في شهر رمضان الله عز وجل يتحدث بدقه متناهيه عن الفرق. لسه كنت بقول انا سمعت حضرتك. طبعا رجوك طبعا يعني القران احسن لايف جدا. بس هو المهم ان احنا واحنا بنقرا نتدبر. ايوه مش كامل بقى، كامل لنا ربنا يقول ايه؟ يقول لا يكلف الله نفسا الا، وبعدين يجوا كلمتين غير بعض خالص، كلمه هنا وكلمه هنا. يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، دي هنا كده، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي هنا كده. كلمتين دول غير بعض. كلمه بتتكلم على اللي مش عارف اغيره. ما اتاها انا ماليش ذنب، ماليش دخل، انا كده زي ما انا وحاجه وقعت عندي. ابويا مين؟ امي مين؟ طولي قد ايه؟ فصلتي؟ مقاوماتي الجينيه؟ دي مش بتاعتي، دي ربنا سبحانه وتعالى اتاني الحق. انا مفعول به، مش عارف اغيرها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لي سيبك من دي في القران، سيبك من دي، مش هتعرف تغيرها، خليك راضي عشان اسعدك باللي مش هتعرف تغيره. تعالى بقى الناحيه دي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل حاجه ممكن اغيرها. صور حضرتك الوسع ده، الوسع ده بتاعي بحبح. انا اللي بعمله. محدش يقول لي عليه، انا اللي بعمله. ما ينفعش هنا اعملها هنا، ما ينفعش هنا اعملها هنا. العجيب في القران والمعجز ان اتاها تيجي مره واحده بس، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها.
ربنا مش هيحاسبني على حاجة أنا ما كنتش أعرف أعملها. لكن وصحها تيجي 5 مرات وتيجي بتعدد الضمائر، مش بس 5 عدد، لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيزقني يقول لي بيأكد على المعنى، أيوة سيبك من أتاها، تعالى على وسعها، دي سبت لك الباب مفتوح، اشتغل عليها. الآية الأولانية كمان يا دكتور تأكيدا لكلام حضرتك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طبعا، ما احنا كلنا يعني خلاص هي اللي أنا هشتغل عليها. كسبت دي هتيجي غصب عني، وما اكتسبت أنا هروح لها. بالظبط. فكل المهارات الموجودة قدامي أنا ليه عطلان؟ ليه عطلان في تعليمي؟ في ثقافتي؟ في لغتي؟ في أخلاقي؟ في قيمي؟ في مبادئي؟ في مهاراتي كلها أقدر أغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يجي يأكد المفهوم. أيوه. يأكده تأكيد عجيب جدا برضو، عشان يقول لنا اللي ما فهمش من القرآن أنا هوضح له. فيجي أبو أمامة في غير وقت الصلاة موجود في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ماذا جاء بك في غير وقت الصلاة يا أبا أمامة؟ قال: ديون لزمتني يا رسول الله. قال: يا أبا أمامة، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. قسم النبي صلى الله عليه وسلم آتاها وسعها، جاب دي كده وجاب دي كده. العجز نقص في آتاها. يا رب أنا نفسي أعمل بس ما عنديش قدر، ما ادتنيش يا رب الطاقة، زي ما انا كنت بقول لحضرتك انا قصير ومدرب عايز ناس طوال، طب انا اعمل ايه؟ انا عايز ادخل كليه الشرطه بس نظري ضعيف، هعمل ايه؟ دي اتاهه. ايوه. والكسل دي وسعها. انا عندي القدره بس انا مش بعمل حاجه. في لعيبه زمان كانوا حريفه جدا جدا في مصر بس ما عرفوش يبقوا محترفين. ده كان عنده نقص في وسعها. مهارات كبيرة عنده، أتاه موجود عنده بس وسعها ما عندوش. ما وسعها ما عندوش. يقول لك فلان ده، فلان ده لو احترف. أيوه ماشي، ما احترفش ليه؟ لو اشتغل على نفسه، لو اشتغل على نفسه طبعا عنده الإمكانية. أنت إيه اللي خلاك وقفت هنا؟ الباب كان مفتوح. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يفرق للناس ما بين حاجة أنا أعرف أعملها ومقصر، هتحاسب عليها، ربنا يحاسبك على وسعها. أنا اديتك، أنت ليه ما عملتش؟ كان عندك فرصة كذا وكذا وكذا. واحد كان سريع جدا، سبرينتر رهيب، ما لعبش ألعاب قوة ليه؟ كنت تبقى بطل، تفيد نفسك وتفيد اللي حواليك. ما دي ده رزق، باب رزق موجود. يقول لك هو سريع بس بيلعب في الشارع. ليه بتلعب في الشارع ليه؟ بتاخد مهارتك دي أو لعب تنس أو مثلا لعب لعبة مش بتاعت دي خالص. فإحنا مطالبين إن إحنا نستكشف نفسنا ونستكشف أولادنا.